زينب ما أدراك من زينب يا سؤال سلطانة الصمود في مملكة الدلال ليس لها مثيل إن قلت ما الدليل أقول من في بيتها يخدم جبرائيل ومن سواها صار عباس لها كفيل بل إنها المسبية الأولى بلا رجال قد وقفت عند يزيد وقفة الجبال ليس لها مثيل إن قلت ما الدليل من غيرها رأت أخاها بالعرى قتيل وهي تناجي ربها بصبرها الجميل ربي لك العتبى على ما خطت الخطوب ربي لك العتبى على ما خطت الخطوب ألا بذكر زينب تنكسر القلوب ألا بذكر زينب تنكسر القلوب نكلوا بعائلة النبي محمد تالله تلك شريعة النكراني يهوي على رأس الحسين بصوته ثائرا وينكت ثم بالأسنان في وقفة المجد الأبية زينب صرخت بوجه الإثم والعدوان مسحت به أرض البلاط صهورة فغدا يزيد فضيحة الأزمان فتخلدت عبر الدهور خطيبة وآست فداء الصبط بالإعلان فهي ابنة الهادي النذير عقيلة هي كربلاء ثورة ومعاني حرق المساجد والقباب معالما تهدي العباد إلى رضا الرحمن تلك العقيلة زينب محروسة بفداء من ضحى على الإيمان فالزينبية والخلود تلازما يا خيبة المتوحش الخسران حز نحر نورها الغروب ألا بذكر زينب تنكسر القلوب ألا بذكر زينب تنكسر القلوب ورب بارزة من خدرها ولها قلب تقاسمه الأشجان والكمد تقول يا إخوتي لا تبعدوا أبدا عن حيكم وبلا والله قد بعدوا لم يبق لي إذ نأيتم لا فقدتكم حام فيرعى ولا راع فيفتقد إلا فتى صده عن رعي أسرته أساره ونحول الجسم والصفد وكيف يملك دفعا وهو مرتهن بالسير ممتهن بالأسر مضطهد ونحن فوق النياق المصعبات بنا يجاب حزن الربا والغور والسند في كل يوم بنا للسير مجهلة تطوى ويبرزنا بين الورى بلد الزمان قد أغرقت أمواجه مراكب الهوان في مده نار الأسى في جزره الجنان حزنها على أخيها شمعة تذوب في حزنها على أخيها شمعة تذوب ألا بذكر زينب تنكسر القلوب ألا بذكر زينب تنكسر القلوب
الخليل أحرقته نار خدرها. ذو الكفل ينعال مآسيها وأسرها حوالها تنوح. العلم لقاح المعرفة، وطول التجارب زيادة في العقل، والشرف التقوى، والقنوع راحة للأبدان. من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك. الحسين بن علي، ذبيح الله في أرضي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم خير الكلام، مثلما عودناكم في هذا البرنامج لا يخلو من ذكر محمد وآل محمد، فكيف بالعاشوراء والأربعينية الخاصة بسيد الشهداء وأهله وأصحابه وذويه. سنكون وإياكم في هذه الحلقة بكثير من الفقرات المتنوعة والمتعددة في خدمة هذا الشهر المفضل عند الله عز وجل ولدينا نحن الحسينيون إن شاء الله. عظم الله أجورنا وأجوركم في كل دقيقة ولحظة وساعة، بل حتى ذرات الثواني. ونحيي أيضا كل من يشاهدنا في هذا الوقت أو في وقت لاحق بإذن الله تعالى. رح نكون ياكم في هذه الحلقة وهذا المساء المحمدي الحسيني الخالص، أنا وزميلتي ابتهاج علي. حياكم الله يا ابتهاج. حياكم الله، عظم الله لنا ولكم مشاهدينا الكرام الأجر والثواب، وأحسن لنا ولكم العزاء بمصابنا ومصابكم بسيد الشهداء، عظم الله أجر سيدتي زينب. وأي أجر معظم لهذه السيدة في كل المواقف، بما صبرت، بما أدت من حق الرسالة، بما جهرت وصدحت به، بما واست وبما وقفت، وبما كانت الأم والأب لأيتام الإمام الحسين وأيتام الفواطم. عظم الله الأجر لسيدات الفواطم اللاتي كنا معها، وعظم الله الأجر والثواب لسيدي ومولاي زين العابدين. هؤلاء الذين بقوا حياتهم كلها يعتلجوا الحزن وتلك المناظر في صدورهم، ويعلمون أن وعد الله حق، إنه لا يخلف الميعاد. وعظم الله الأجر لسيدي ومولاي، سيدي ومولاي الحجة القائم. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، نجدد العهد مع سيدي ومولاي الحجة القائم بأن نكون دائما وأبدا حسينيون مهدويون على مر السنين القادمة إن شاء الله. دائما نزداد عقيدة وإيمان وثبات وتبليغ وصدح بحق هذه القضية، القضية الحسينية، هذه الدماء الزاكية الغالية علينا، لم تكن لتنتشر في أرض كربلاء مع سائر الأطفال وسائر الأصحاب وسائر آل بيت الرسالة الذين كانوا برفقة الإمام الحسين سلام الله عليه، لم تكن لتنتثر دماءهم فيها عبثا، إنما انتثرت هناك لتكون قضية عظمى وكبرى لتدلنا على الصراط المستقيم كي يستبيل سبيل المجرمين. لذلك علينا أن نصدح دائما وأبدا بهذا الحق الذي أراد أن يصدح به الإمام الحسين سلام الله عليه في حقيقة هؤلاء القوم الذين حاربوه وجاهدوه وقتلوه وسفكوا دماءه وسبوا نساءه ومضوا ليعيثوا في الأرض فسادا باسم منبر رسول الله، جده رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك استبان سبيل المجرمين الذين أسسوا لهذه الخلافات الباطلة. نسأل الله عز وجل أن دائما نقف على المعاني التي أرادها منا الإمام الحسين سلام الله عليه، وأن نبينها في المجالس الخاصة والعامة حتى نؤدي بعضا من الحق الذي يقع على عاتقنا أزاء الإمام الحسين، ولا نكن كالذين خذلوه، فإن الخاذل للإمام مناصر لعدوه، نبرأ إلى الله منهم في الدنيا والآخرة. مشاهدينا على مدار ساعة تلفزيونية نبقى وإياكم ومع عدد من الفقرات نشاهدها معا عبر هذا الاستعراض السريع. والبداية مع الإكسير العجيب المتمثل بزيارة ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله التي تعدل 25 حجة.
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، آتي قبر الحسين عليه السلام؟ قال: نعم. والفقرة الأخرى دموع البراعم، حيث ستكون الدموع والحديث عن أولاد مسلم سلام الله تعالى عليهما. أولاد مسلم ابن عقيل كانوا مع الحسين في وقعة الطف. بعد أن قتل الإمام الحسين عليه السلام، هجموا الخيل وحرقوا الخيام، ومن شدة خوفهما. ثم ننتقل إلى فقرة في كل أرض عزاء، والعزاء سيكون من أرض بريطانيا مدينة مانشستر ومحبي محمد وآل محمد. يا سيل لا تحرمني، سيل لا تحرمني، يا زمان يا ترسة عيون المحنة. وبعدها مع فقرة كلمات خلدها التاريخ، والاختيار سيكون لحديث الإمام الحسين عليه السلام: على الإسلام السلام، إذ بليت الأمة براع مثل يزيد. ولمثل ذلك طبق الإمام الحسين النداء فجعله فعلا، فحدد الغاية من أول ساعة بقوله عليه السلام: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. والانتقال ستكون لفقرة نحيب الناحية ومع الزميل علي السوداني. أصل الشيء مهجته، النفس قد قدمت مهجتها لله تبارك وتعالى، النفس لم تكن عائقا دون أن يصل سيد الشهداء. والفقرة الأخرى التي جاءت بعنوان التجديد في القضية الحسينية، ونكن وإياكم مع ضيف برنامج خير الكلام الشيخ عماد الكامل. عودة من بعد هذا الاستعراض السريع للفقرة اللي راح تكون داخل حلقة خير الكلام. في هذا الوقت إن شاء الله نوفق بأنه نأخذ كل هذه المواد واحدة تلو الأخرى في خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه، استهلها بخطبة للإمام الحسين: روحي وأرواحنا جميعا له الفداء. يقول: أيها الناس، نافسوا في المكارب وسارعوا في المغانب، ولا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوا، واكسبوا الحمد بالنجح ولا تكتسبوا بالمطل ذنبا، فمهما يكن لأحد عند أحد صنيعة له، رأى إنه لا يقوم بشكرها فالله له بمكافأته، فإنه أنزل عطاء وأعظم أجر، واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتحوروا نقبا، واعلموا أن المعروف مكسب حمدا ومعقب أجرا، فلو رأيتم المعروف رجلا رأيتموه حسنا جميلا تسر الناظرين، ولو رأيتم اللؤوم رأيتموه سمجا مشوها تنفر منه القلوب وتغض دونه الأبصار. وفي وردنا لهذه الكلمة سمجا، أي يكون قبيحا من شدة الأعمال التي قد فعلها. في علم النفس الذي ندرسه في التحليل الاختبارات الشخصية والنفسية، يقال بأنه هنالك علمية معينة، إن الله عز وجل عندما يخفي المساوئ والسيئات التي نفعلها جميعا، فلا يزكي الأنفس إلا الله عز وجل. إذا كانت بنسبة معينة، قد يخفي الله عز وجل نسبة، خلي نقول إنه فد بنسبة معينة، إنه تكون 30-50%، لكن هذا الإنسان عندما يكون طاغي وسلبياته وسيئاته تتعدى هذه النسبة، يبدو هذا الشيء بالطفح على ملامحه. وشابه هذا الشيء بشيء آخر، عندما نتناول شيء معين ويحرق جسدك ومعدتك وأمعائك، يبدو الطفح الجلدي عليك. فكذلك الأعمال والسيئات، وقانا الله وإياكم إن شاء الله منها. الإكسير العجيب والتفاصيل الخاصة وفضل الزيارة لسيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين عليه السلام، ماذا تعادل من الزيارات والحجة؟ إكسير العجيب: زيارة الإمام الحسين عليه السلام تعدل 25 حجة.
عن أبي سعيد المدائني قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، آتي قبر الحسين عليه السلام؟ قال: نعم، فأتي قبر ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أطيب الأطيبين وأطهر الأطهرين وأبر الأبرار، فإذا زرته كتب الله لك به 25 حجة. والله يضاعف لمن يشاء. نعم، لا يستغرب أحد أن الله عز وجل هو الملك، هو الكريم، هو أجود الأجودين، فلما لا يضاعف أجر تلك التضحية وذلك القربان العظيم وجعل في زيارته ذلك الأجر، لأن الله عز وجل يريد إعلان شأنه. فمن مسألة أنه يحدث الشك في بعض الأمور اللي تحدث، يقولون بعض الروايات والأحاديث تصف زيارة سيد الشهداء بأن كل قدم يرفعها ويضعها له كذا من الحجة والعمرة، ويعدل هذا من الحجة والعمرة الفضيلة. فأجاب العلماء أنها ليست الحجة والعمرة الفريضة، بل أنها الحجة والعمرة المندوبة. أقول إن الله يفعل ما يريد. لما الحسين أعطى الله عز وجل كل ما يملك، أعطى دمه وأولاده، المسألة مو بس أعطى وضحى، المسألة أعظم بكثير. هذا الضغط النفسي خلال العملية الجهادية، إنه يرى الجميع يقتلون أمامه، عيون الرضيع بعيونه، يرى نحر الرضيع أمام عيناه، يرمي بدماء الرضيع، بدماء علي الأكبر إلى السماء، ويقول: ربنا تقبل هذا القربان. وآخر الدماء التي رماها دماء قلبه الذي ضرب بالسهم المثلث المسموم، ومسح به وجهه وقال: أريد أن ألقى ربي بهذه الدماء، بهذه المظلومية. الثبات على الإيمان والعقيدة هو الأعظم مقابل هذا الجهاد العظيم. هذا الجهاد يستبطنه جهاد آخر، جهاد للنفس، قوة يقين، أسمى ما يمكن أن يقدم. لربما يحدث عند الإنسان جزع، هو قدم ما قدم وهو محب، وهو واثق بأنه سيجد عند الله ما هو خير، ولم يجد في ذلك إلا حلاوة. هذا هو الإيمان العظيم اللي قدم الإمام الحسين سلام الله عليه. بالتالي الله أكرم الأكرمين عز وجل، ماذا سيقدم للإمام الحسين؟ هل تستبعد أن يكتب لزائره 1000 حجة وعمرة أو 25 حجة وعمرة؟ وقال الله: والله يضاعف لمن يشاء. هذه المضاعفة تعتمد على عمق يقيننا وعمق إيماننا وعمق معرفتنا بالإمام الحسين ومدى الدروس اللي أخذناها منه. فمتى ما أخذنا ما نكتفي به نصعد بها درجات. والله يضاعف لمن يشاء، لمن هو قدم التقوى في عمله وخلوص النية. طبعا من ضمن الفقرات المعدة لهذا اليوم دموع البراعم، ودموع البراعم لهذا اليوم تبكي مسلم بن عقيل الذي استشهد في سبيل القضية الحسينية وقدم نفسه قربانا قبل أن يكون قضية الإمام الحسين، وكذلك قدم أولاده صلوات الله وسلامه عليه. ويقال أن أولاد مسلم عليه رضوان الله قد قدموا بعد ما جرى في الطف في كربلاء. فإلى هذه الفقرة ننتقل وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى أيام شهادة الإمام الحسين عليه السلام. نرحب بضيفنا الكريم ملا علي الكاظمي، حياك الله ملا. أهلا وسهلا بك ملا.
عظم الله أجرك. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد أولاد مسلم عليهم السلام. نعم مشاهدينا الكرام، اليوم سوف نتحدث وإياكم عن ذكرى شخصية أليمة من وقعة الطف، ألا وهما أولاد مسلم ابن عقيل. كانوا مع الحسين في وقعة الطف. بعد أن قتل الإمام الحسين عليه السلام، هجموا الخيل وحرقوا الخيام، ومن شدة خوفهما هربوا إلى الصحراء، فعثر عليهما جيش عبيد الله بن زياد فأخذهما، وعبيد الله بن زياد فأمر بسجنهما لمدة سنة. وفي يوم من الأيام هربوا من السجن، هربوا ووقفا على باب عجوز، فقالت: من أنتما؟ فقالا: نحن من عترة رسول الله. فضيفتهما فقالت لهما: أنا معي ولد، وهذا الولد مع جيش عبيد الله بن زياد. فلما عرف عبيد الله بن زياد فأمر بالتفتيش عليهما، وقال: من يأتي برأس واحد فأعطيه 1000 دينار، ومن يأتي برأسهما فأعطيه 2000 دينار. فلما عرف ابن العجوز فقام بالتفتيش عليهما حتى أتى الليل وعاد إلى البيت، فألقاهما وأخذهما حتى يقتلهما، فقتلهما بعد أن صلى 2 ركعة لوجه الله تعالى. فالسلام عليكم يوم ولدتم ويوم استشهدتم ويوم تبعثون حيا. نعم مشاهدين الكرام، نعود مع الصديق ملا علي الكاظمي. حياك الله ملا. أهلا وسهلا بك ملا. إيش حاب السمعنا اليوم على أولاد مسلم؟ حقرة قصيدة على مسلم ابن عقيل عليه السلام. تفضل. عقلي بجنون يهوى المنون، ما عندي غير 2 رب العرش وحسين. عقلي بجنون يهوى المنون، ما برد دمي على ثاري لو 1000 مرة انقتل. أنا مثل النار طبعي منين ما أريد أشتعل، من أقول أن يا حسين كل صعوب يصبح سهل، لأن مجنون بمحبته لهالسبب صاحب عقل. والكتاب ما ضل صعاب، من أدعي بالاسمين رب العرش وحسين. عقلي بجنون يهوى المنون، عقلي بجنون يهوى المنون. من وصلت الكوفة كلها عنت تدور رضاي، من دخلت المسجد أنا توضت وصلت وراي. انطوني دمهم بالبداية وتالي ما ينطوني ماي، من نجاب زياد قامت كلها طعنتني بقفاي، من نجاب زياد قامت كلها طعنتني بقفاي. أول شهيد يرفض يزيد، ومواليها النورين رب العرش وحسين. عقلي بجنون يهوى المنون، عقلي بجنون يهوى المنون. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. طيب الله أنفاسك ملا. رحم الله والديك ملا. نعم مشاهدينا، انتهت فقرتنا لهذا اليوم. هذه العودة إلى الاستوديو. خير الكلام.
ومن دموع البراعم حتى ننتقل إلى فقرة أخرى. شكرا لنقل الزبير رضا الكناني، هنيئا لهذه التربية وهذا الولاء. منذ الصغر يتعلم قصص أهل البيت وأحبائهم وأصحابهم وأهلهم وذويهم، فالسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين ومناصرين الحسين في كل زمان إلى يوم ظهور حفيده في الأرض الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف الطاهر. قبل أن ننتقل إلى كلمات خلدها الحسين، فلنذكر بينما يكون الحسين عليه السلام واقف في ميدان الحرب يوم الطف، وهو يستعطف القوم شربة ماء، وهو ينادي: هل من راحم يرحم آل الرسول المختار؟ هل من ناصر ينصر الذرية الأطهار؟ هل من مجير لأبناء البتول؟ هل من ذاب يذب عن حرم الرسول؟ إذ أتى الشمر اللعين إليه حتى صار بالقرب منه ونادى: أين أنت يا حسين؟ فقال: ها أنا ذا. فقال: أتطلبهن شربة من الماء؟ هذا مطب محال، ولكن ابشر بالنار الحمراء وشرب الحميم. فقال الحسين عليه السلام: من أنت يا لعين؟ قال الشبر. قال الحسين عليه السلام: الله أكبر، قد صدق جدي رسول الله في رؤياه من قبل فيك. فقال له الشمر: في أي شيء قد صدق جدك؟ فقال الحسين عليه السلام: قال جدي رسول الله: رأيت في منامي كلبا أبقع يأكل من لحوم أهل بيتي ويلعق من دماءهم، وأما أنا فإني رقدت الآن، فرأيت في منامي كلابا كثيرة تريد تنهش من لحمي وتشرب من دمي، وكأن فيهم كلب أبقع كان أشدهم علي جراءة وأكثرهم علي حنقا، وهو أنت يا شمر. كان الشمر لعنة الله عليه أبقع الجسد. فقال: فغضب الشمر من كلام الحسين وازداد حنقا وبغضا، وقال: والله لا يقتلك غيري، ولأذبحنك من قفاك ليكون ذلك أشد بك، ألا لعنة الله على الظالمين. ننتقل وإياكم إلى كلمات خلدها الحسين عليه السلام لكل الأزمنة والأوطان. نص الشعار: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. عندما يتولى قيادة الأمة جهلاؤها تنحرف عن مسارها، بل يتم زوالها بسبب انحرافها، وإن لم يدرك عقلاؤها تلك الانحرافات فإنها تندثر وتزول. وهذا ما أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام عندما قال: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. ولمثل ذلك طبق الإمام الحسين النداء فجعله فعلا، فحدد الغاية من أول ساعة بقوله عليه السلام: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. سلام الله على سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. وهنا يوضح في هذه الكلمة الخالدة: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد لعائن الله عليه. كيف يبين لنا ضرورة عدم وجود شخص يرعى الأمة باسم الإسلام وهو يتمثل بالفسق والفجور؟ والآن قد وجدنا أن معظم من يتصدى للخلافة على مر السنين كانت بيوتهم مصدر للمجون والفساد والانحراف الأخلاقي والديني والعقائدي، وكيف أن الأمة تحكمها أناس مثل هؤلاء، بل أنه صار الشعب يستسيغ الشخص الكافر والماجن والفاسق ويقول هو خير من هذا المؤمن، ويزعم أن هذاك الشخص مؤمن.
ذاك الشخص اللي دا ينتقده هو مؤمن، هو ليس بمؤمن إذ يظلم المسلمين ويأكل أموالهم، هو ليس بمسلم لما يتبجح بأموال المسلمين ويسرقها، فقط يلبس زي المؤمنين، إذن هو من المنافقين. إذن هنا ينبه الشعب على ضرورة انتخاب الشخص التقي، المؤمن التقي، وليس الذي يلبس الإسلام والإيمان وباطنه الكفر والنفاق. فهنا الإسلام ينحرف عن مساره، من هنا تظهر الفتوات اللي هي بدع أساسا ليس لها دخل بالإسلام، من هنا يجلس إبليس على عرش رسول الله صلى الله عليه وآله ليحكم بين الناس بالباطل والجور، ويشوه الإسلام بالفتاوى التكفيرية والفتاوى التي تدعو إلى سفك الدماء. بهذا شوه الإسلام بأمثال يزيد ورعاة يزيد ورعية يزيد ومن رضوا بيزيد على مر التاريخ نبروا إلى الله منهم في الدنيا والآخرة. وعلى مثل هذا ينتحب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذ لا يوجد وعي عند كثير من الناس والعوام إلى هذا الأمر. ننتقل الآن وإياكم إلى نحيب الناحية المقدسة ومع الزميل الأستاذ علي السوداني. من جديد من هنا من العتبة العسكرية المقدسة من حرم الإمامين العسكريين الهاديين والسيدتين الطاهرتين الجليلتين من دار الإمام الحجة وأنفاس العلماء والشهداء والصديقين والخدام الأفاضل هنا، نحييكم أخوتي أخواتي مرة أخرى، نكون مع نحيب الناحية في هذه الفقرة التي نقتطع فيها مقاطع من زيارة الناحية المقدسة المخصوصة عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف لسيد الشهداء يوم عاشوراء. ونحن هنا في باب أو في مجال استعراض مقاطع من هذه الزيارة، ليس من باب أننا نريد أن ننقض والعياذ بالله أنها مخصوصة لعاشوراء، لكن من باب أنها فيها فصوص ومقاصد مهمة جدا لو أعطيت جزء بسيط من حقها في بقية أيام محرم وصفر، بل بقية أيام السنة. كان الكلام فيما مضى عن السلام المتواتر على أنبياء الله على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصل الكلام إلى النبي الأكرم هنا في هذا المقطع، السلام على محمد حبيب الله وصفوته، السلام على أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب المخصوص بأخوته، السلام على فاطمة الزهراء ابنته، السلام على أبي محمد وصي الحسن أبيه وخليفته، السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته، السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته. هذا المقطع مقطع مرعب جداً، الربط بين مأساة شهادة النبي صلى الله عليه وآله، مأساة شهادة أمير المؤمنين، مأساة شهادة الزهراء سلام الله عليها صديقة الشهيدة سلام الله عليها ولعن الله على ظالميها، الربط مع الحسن سلام الله عليه والانتقال إلى الإمام الحسين والبدء باستعراض خصائص سيد الشهداء. يقول السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته، أصل الشيء مهجته، النفس قد قدمت مهجتها لله تبارك وتعالى، النفس لم تكن عائقا دون أن يصل سيد الشهداء إلى المرتبة التي شاء الله أن يكون فيها. نفس سيد الشهداء لم تكن نفسي الأمارة بالسوء وأنفس أمثالي، النفس السامية العالية التي لا ترى إلا الله تبارك وتعالى، التي كبر الخالق في عينها فصغر ما دونه في ذاتها. نعم إخواني، هذه النقطة المهمة. كثيرا ما نقف على قضية العطاء والبذل،
وكثير من الناس يقول أنا أبذل وأعطي لسيد الشهداء، لكن بواقع الحال أنت تأخذ من سيد الشهداء، أنت حياتك من سيد الشهداء. سيد الشهداء قدم كل ما يملك لله تبارك وتعالى، قدم لله ما يملك فأعطاه الله ما يشاء. هذه عبارة مهمة في هذا المقطع، في هذا الفصل من هذه الزيارة. السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته، السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته. انطباق الأمر بين إيمان بالمعتقد وتطبيق ظاهري لهذا المعتقد هو الذي يقود إلى العلا. أسفاً أتوقف إلى هذا الحد من الوقت في هذه الوقفة من نحيب الناحية، لأن ملتقى يتجدد. إلى ذلك الملتقى نستودعكم في حفظ الله وأمنه ورعايته. أعود إلى أخواتي في برنامج. عودة من بعد فقرة نحيب الناحية، والآن سنكون وياكم في محور خير الكلام لهذا اليوم. موضوعنا البارز في هذه الحلقة راح يكون عن القضية الحسينية، هذه القضية التي شاء الله عز وجل بأنها تنتقل من يوم وثورة وجهاد وقتل وطحن جسد سيدي مولاي أبا عبد الله الحسين إلى مدرسة فكرية عقائدية دينية إنسانية بحتة، فكيف نجدد وما هو التطور؟ والسؤال الأبرز الذي يسأله هؤلاء الذين لا ينتمون إلى مدرسة الحسين عليه السلام، كيف بأنهم يسألون السؤال ما هو الشيء الجديد في عاشوراء، وما هو الشيء الجديد في الأربعينية، وبكاءكم المستمر على شخص قد غادر الحياة وقد قتل لأكثر من 1400 أو بعض السنوات اللي تكون مضافة إليها، فكيف لنا بأنه نبين للعالم أجمع؟ سماحة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي من العتبة الكاظمية المقدسة ينضم وإيانا في برنامج خير الكلام. في البدء حياكم الله، عظم الله أجورنا وإجوركم. الحسين لكل الأزمنة، والحسين قضية لا تموت. كيف نبين للذين لا يمتلكون حب الحسين ونرد عليهم بشكل أكاديمي علمي بحت وإلهي أيضا في رسالة إلهية بأنه الحسين عليه السلام هو مرتكز حقيقي في الكرة الأرضية بشكل مقدس، وهو رسالة عبر كل الأزمنة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأعظم الله أجوركم وأجور جميع المسلمين بهذا المصاب الجلل بأيام استشهاد مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته والثلة الطيبة من أصحابهم. نعم أختي الفاضلة، نحن عندما نتحدث عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه إنما نتحدث عن الشريعة الإسلامية المقدسة، وعندما نريد أن نتحدث بالذات عن نهضته، عن نهضة الحسين الخالدة، يمكننا أن نتحدث عنها مرة من جانب التشريع الإسلامي ومن جانب التشريع الإنساني. إن أردنا أن نتحدث عن الإنسانية، إن أردنا أن نتحدث عن الإنسانية عن الجانب الآخر الثاني، فلا يختلف اثنان على أن الظلم هو قبيح عقلا وقبيح شرعا، وعلى أن الاستبداد وعلى أن هتك الآخرين وعلى أن الاعتداء على الآخرين هي مسألة يرفضها العقل والعقلاء، وجميع المجتمعات ترين أنهم يرفضون ذلك ويعادون ذلك، بل يقفون أمام مثل تلك الممارسات. وكما نقول الآن التعايش السلمي مسألة مهمة جدا يجب أن تنتشر بين جميع أبناء البشر، فالحسين صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يؤكد ذلك، أراد أن يقول أن المنكر هو منكر من أي إنسان صدر، سواء صدر من إنسان مسلم أم من إنسان غير مسلم، ويجب علينا أن نقف أمام المنكر، وواحد من صور ذلك المنكر هو الظلم والاعتداء على الآخرين، وقد تجسد ذلك في يزيد. يعني إن أردنا أن نتحدث عن الحسين من حيث النظرة الإنسانية، نرى أنها نهضة مقدسة إنسانية قامت من أجل تحرير الإنسان، من أجل الحفاظ على الإنسان، من أجل الحفاظ على المبادئ والمثل، وهذا ما نراه بوضوح بارز في جميع مقولات
سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. هذا من الجانب الإنساني. أما إن أردنا أن نتحدث من الجانب الإسلامي فالنصوص المقدسة التي نرجع إليها في مصادر التشريع الإسلامي سواء أكانت من القرآن الكريم أم من السنة الشريفة كلها تحتم على القيام أو القيام بهذه النهضة المقدسة. طيب سماحة الشيخ جزاكم الله خير الجزاء على التوضيح. بما أنه يهمنا في بيان القضية الحسينية المثل والمبادئ الحسينية أن لا تتغير في ظل إطار التجديد وعبر القرون وكي يكون الخطاب مجددا لهذه الأجيال، ماذا ترون ما يجب تسهيله وتبسيطه وتجديد الخطاب؟ أين يقع وفيما يحظر؟ يعني في أي جوانب يجب أن لا يكون هنالك فيه نوع من التجديد بما يواكب العصر؟ يعني ما هو المباح وما هو الواجب وما هو المحظور في الخطاب التجديدي في القضية الحسينية؟ تفضل. طبعا نحن عندما نتحدث عن القضية الحسينية كما أسلفت نتحدث عن مبدأ قرآني، والقرآن الكريم هو حي لا يموت، ويجب علينا أن نوصل رسالة القرآن إلى الأمة بصورها المختلفة. كذلك فيما يتعلق بالنهضة الحسينية الخالدة يجب علينا أن نخاطب المجتمع أو أن نخاطب الأمة بالخطاب الجديد الذي تفهمه وتفقهه. يعني قبل قليل أنا رأيتكم قد أخرجتم هذا التصوير أو هذه اللقطات لأولئك الفتية. هذه مسألة مهمة جدا، علينا أن نربي المجتمع على قضية الحسين عليه السلام، لأننا عندما نربي المجتمع على قضية الحسين إنما نربيه على المبادئ والمثل الإسلامية والإنسانية. نحن اليوم في قضية الحسين نرى وجود الشباب، والشباب عنصر مهم في المجتمعات، والشباب عنصر مهم في الإسلام، بل حتى في القرآن الكريم الله عز وجل أشار إليهم حيث قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم. علينا اليوم أن نخاطب الشباب ونتحدث لهم عن قضية الحسين بأنها ليست هي قضية تاريخية بحتة، وإنما هي قضية مقدسة نستمد منها العطاء ونستمد منها الدروس والعبر لحاضرنا ولمستقبلنا. عندما نتحدث عن علي الأكبر رضوان الله تعالى عليه، وعندما نتحدث عن القاسم، إنما نتحدث عن أمثلة خرجت مع سيد الشهداء تريد أن توصل رسالة للمجتمع، تريد أن توصل رسالة للشباب، لإخوتنا الشباب، لأبنائنا. أيها الأحبة، عليكم بالمحافظة على دينكم، أو المحافظة على الدين والمحافظة على العقيدة هو جزء من الهوية. هاي مسألة مهمة جدا، نحن هويتنا علينا أن نحافظ عليها. مع التقدم مع التطور نتقدم ونتطور ونجاري التقدم ونجاري التطور ونجاري العلم، لكن لا يعني ذلك أن نتنازل عن هويتنا الإسلامية المقدسة. هذا من جانب. من جانب آخر نرى في نهضة الحسين عليه السلام وجود المرأة، المرأة سواء كانت هذه المرأة أما أم كانت هذه المرأة أختا أم كانت هذه المرأة بنتا. يعني بالتالي نرى الأسرة المسلمة موجودة في نهضة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهذه الأسرة قد ضربت أروع الأمثلة من أجل المحافظة على دينها والدفاع عن إمامها. هذه مسألة مهمة، علينا أن نعرف الجيل أن هؤلاء الذين خرجوا مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يخرجوا للدفاع عن أخيهم وعن أبيهم، وإنما أولا حقيقة خرجوا للدفاع عن إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المسألة لها امتداد الآن، كيف ندافع عن إمام زماننا وكيف نمهد عن إمام زماننا وكيف نستعد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الحسين عليه السلام عندما سألته كما في الروايات زينب عليه السلام سألته قالت أخي يا حسين هل بلوتهم؟ هل اختبرت أصحابهم؟ هل عرفت نواياهم؟ الحسين قد اختبر أصحابه، بل اختبر حتى أهل بيته ومن أقرب المقربين منذ أن خرج من المدينة إلى مكة إلى العراق. فالإمام فرآهم هم أهلا، هم أهل للشهادة، عفوا رآهم أهلا لهذه الشهادة، أهلا للقتل في سبيل الله. فكذلك الإمام سلام الله عليه، أنا في وجهة نظري الإمام صاحب العصر والزمان
هو يرانا ويرى نوايانا ويرى أقوالنا وأفعالنا، يرانا هل نحن مؤهلين لنصرته أم مجرد كلمات أم مجرد لقلقة لسان. علينا أن نوصل لإخوتنا ولجميع أبناء المجتمع رجالا نساء شبابا أن لا يكون الدين كما قال سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. علينا أن نكون من الذين يدافعون عن دينهم وعن عقيدتهم. فالتجديد هنا تجديد الخطاب، تجديد بيان الأهداف. الأهداف والمبادئ والمثل هي واحدة، هي مبادئ القرآن. إنما خرجت لطلب الإصلاح، هذه مسألة مهمة جدا. الإصلاح له صور متعددة، الموظف اليوم يحتاج إلى الإصلاح، المعلم يحتاج أن يمارس الإصلاح، الطالب يحتاج أن يمارس الإصلاح، الأب في الأسرة يحتاج أن يمارس دوره في الإصلاح، الزوجة في الأسرة. إذن نعم. كلنا مطالبون بهذا الإصلاح. هذا الإصلاح، هذا الإصلاح أريد أن أكد هذه المسألة. نعم. هذا الإصلاح سيد الشهداء دفع دمه الطاهر. نعم. قدم أبناءه ضحايا، قدم طفله الرضيع، قدم علي الأكبر، قدم نساءه، فالذي قدم كل هؤلاء من أجل أن يصلح الدين. نحن لا نقدم مواقف بسيطة من أجل الدين. أحسنتم سماحة الدكتور الشيخ عماد الكاظمي، جزاكم الله خير الجزاء على هذه الكلمات في ميزان حسناتكم إن شاء الله. الله يسلمكم ويبارك بكم، ونسأل الله عز وجل يجعلنا جميعا ممن يلبون دعوته: هل من ناصر ينصرنا. إن شاء الله نكون نزير الشكر وإياكم نصاره وإياكم. الله يسلمكم ويبارك لكم. طبعا أدركنا الوقت مشاهدينا الكرام، ونحن نتحدث عن التجديد في الخطاب الحسيني. يجب أن لا يضم أي أمر محرم، يعني لا يكون في سبيل التجديد والتطور نضم إليه شيء من الموسيقى ومن الأمور المحرمة بدعوة التجديد والانتقال إلى التكنولوجيا. خلي نبقى على نفس العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بما بلغ من رسالة الكتاب وبما بلغوا العترة عن سنته الشريفة صلوات الله عليه، ولا نتخلى عنها ولا نتمسك بالأمور التي تردنا، فإن مزالق الشيطان وحبائله وخطواته ومكائده كثيرة تحيط بنا، فلا نتخذ شيء من المحرمات في مسألة التجديد للخطاب الحسيني. نعم، يقول الشاعر: أنه هنالك فلا أرى من فتيتي أحدا، فقامت على قلبها زينب وقالت: أيا قلب كن جلمدا. إن شاء الله تكون قلوبنا صلبة مع الحسين ومع الإمام المهدي سلام الله عليه، لا استعراضا عدد ولا كفء وكفاءة فيه، خالصة للحسين في كل الأزمنة والأوطان. شكرا لكل الكادر اللي ساهم بنجاح هذه الحلقة، ملتقانا وياكم إن شاء الله بحلقة أخرى. نستودعكم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن سيد الشهداء عليه السلام كان القرب الإلهي هو الهم الغالب على كل حركاته، ومن هنا جعل ساحة مقتله مناجاة مع رب الأرباب، وحول موضع مقتله إلى محراب للعبادة.